طيب سلامة، انت معروفة عنك انك يعني بتجيد انتقاء الممثلين في اعمالك وتوظيفهم بشكل جيد جدا. كلمنا اكتر عن اختيار الممثلين، خصوصا كمان انه الفنانة حلا شيحة اختيارها كان تحدي كبير. ليه؟ لانه هي كان بقالها فترة كمان بعيدة شوية، فالاختيار كان بناء على ايه؟ والله بصي، هو كان الدور كان شبه أستاذة حلا جدا، تمام. الأم اللي عندها مشاكل مع طليقها وهي لسه بتموف اون ولسه تايهة وبتحاول وبتلاقي شخص تاني، بس شخص تاني ده ظروفه مش مناسبة مع ظروفها مش مناسبة، فهما التحدي ده حسيت ان هو شبه حلا قوي في الفترة دي. ما هي عملت دور حلو وكان يعني كان في اللي انا عايزه. كانت مبسوطه بالكامباك ده يعني، هي حتى قالت كده. كانت مبسوطه جدا بالكامباك، وكان فكره ان احنا ننسج العلاقه دي، علاقه الحب اللي هي المستحيله ما بين ام عندها طفله وعندها مشاكل مع طليقها واب عنده 6 ولاد، تمام، عنده مشاكل معاهم وهم اصلا مش مستوعبين فكره ان ابوهم ممكن يعرف 6 تانية بعد امهم، وهو نفسه أصلاً مش مستوعب الفكرة. فكان التحدي ده كان تحدي كان يعني صعب كده وكان معقد، وحسيت إن هي حالة وجودها هو ممكن يفك التعقيدة دي أو يقدر يعبر عن التعقيدة دي بشكل كويس.